هناك يوسف البستاني الناطق باسم المكتب الإعلامي لقوى الثورة. أرحب بك يوسف، ما هي آخر التطورات في دمشق وريفها؟ نعم سيدي، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. البارحة ليلا يعني يستمر التصعيد العسكري خصوصا على منطقة الغوطة الشرقية التي باتت يعني المنطقة الوحيدة التي هي حاضن للثورة الآن في محيط العاصمة دمشق، وهي أهم منطقة في المنطقة الوسطى تحديدا، والمنطقة الجنوبية الآن الغوطة الشرقية متصدرة للمشهد. هجوم عنيف تشنه قوات الأسد مترافق مع طيران حربي روسي. البارحة ليلا قام الطيران الروسي بشن 5 غارات جوية استهدفت بلدة بيت نايم والميدعاني في منطقة المرج، مما أسفر عن جرحى وعدد كبير من المنازل تهدم فوق المدنيين وهم نائمين ليلا البارحة يعني في منتصف الليل. اليوم منذ ساعات الصباح الباكر طيران الحربي شن 4 غارات جوية على أطراف بلدة الشيفونية، أيضا لدينا جرحى في صفوف المدنيين ولدينا تدمير عدد من المنازل. 3 غارات جوية الآن منذ 5 دقائق شنها الطيران الحربي على جسرين والمحمدية أيضا في الغوطة الشرقية. الوضع في الغوطة هو مأساوي، نعلم الغوطة محاصرة. قوات الأسد لم تتوقف عملياتها العسكرية منذ نحو عام إلى الآن بشكل متواصل، تهدف إلى السيطرة على المناطق الزراعية لتجديد الخناق على الغوطة. اليوم قام أهالي الغوطة بمظاهرات، يعني رغم ما تعيشه الغوطة من وضع مأساوي ووضع أمني سيء للغاية، إلا أبى أهل الغوطة وأحرارها بالخروج بعدد من التظاهرات ونادوا بإسقاط النظام ورفضوا أي حل سياسي أو عسكري لا يكون يتضمن إسقاط نظام الأسد والتخلص منه كاملا الذي يعني بات نظام محتل لسوريا. أيضا حيوا حلب وصمود أهالي حلب، كان هناك مظاهرات في دوما، في سقبة، في عدد من مدن وبلدات الغوطة، كان عددها جيد نسبيا مقارنة بالوضع الأمني السيء الذي تعيشه هذه المناطق. طيب يوسف، يعني تحدثت عن حصار الغوطة الشرقية والتي هي تعتبر الآن الحاضنة الرئيسية ربما للثورة السورية في ريف دمشق، ولكن هذا الحصار الذي وصلت إليه تلك المنطقة، لماذا وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه؟ حقيقة كان معظم ريف دمشق محررا، كانت دمشق محاصرة، وصل الثوار يوما ما إلى مطار دمشق الدولي ووصلوا إلى داخل بعض الأحياء في مدينة دمشق. اليوم الوضع على ما هو عليه، من المتسبب؟ أين جاي الثوار في ريف دمشق؟ أين جيش الإسلام؟ أين الفصائل الأخرى التي انشغلت ربما مع بعضها البعض بالصراع فيما بينها؟ نعم سيدي، يعني نعلم عدم وجود مظلة عسكرية تنسق عمل الفصائل والجبهات كان هو سبب رئيسي في 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 في, في, في سبب يعني خسران الكثير من المناطق الهامة في سوريا، ليس فقط في الغوطة. في الغوطة كان هناك، لا يوجد في الغوطة غرفة عمليات عسكرية أو قل ما هنالك تنسيق عسكري بين الفصائل. عندما يقوم النظام بالهجوم على جبهة يستفرد بفصيل لوحده بينما باقي الفصائل تنتظر. هذه السياسة التي تتبعها الفصائل الخاطئة تجعلنا ندفع ثمن ذلك المناطق التي نخسرها تباعا واحدة تلو الأخرى. يعني نعلم حلب عندما بدأ الثوار والفصائل في حلب رغم يعني انكسارهم في الكثير من المناطق، عندما بدأ هناك ما يجمعهم من جسم عسكري ينسقون فيما بينهم، بدأوا بإيقاف تمدد النظام بل واستعادوا زمام المبادرة وبدأوا باستعادة مناطق. ففي الغوطة يعني مرضها مرض كل مناطق المحررة في الشمال وفي الجنوب، لا يوجد تنسيق بين الفصائل إطلاقا. يعني اليوم الحمد لله هناك تقدم في هذا الجانب بين الفصائل العسكرية في الغوطة، نوعا ما هناك غرفة عمليات مشتركة، هناك تنسيق عسكري جديد بين الفصائل، وعدونا بوعود نتمنى أن تتحقق في القريب العاجل من وجود آلية تنسيق عسكري دائمة بينهم. إن وجدت هذه الآلية سنشهد انتصارات عظيمة في الغوطة وسيتوقف النظام عن تقدمه في أي جبهة. نرجو ذلك، لأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه سنشهد أيضا تهجيرا لأهالي دوما والغوطة الشرقية. أشكرك جزيلا يوسف البستاني الناطق باسم المكتب الإعلامي لقوى الثورة، كنت معي من ريف دمشق. مشاهدينا